يمكن بحياتنا اليومية زينب، أو مثلا بقعداتنا بنحكي كثير عن شيء اسمه التصالح مع الذات. صحيح. شو هو التصالح مع الذات؟ هذا المصطلح يلي له كثير من المعاني، أو بشكل بحياة الإنسان مفصل كثير مهم، هو ممكن يكون بحياته مع الأشخاص، بحياته العملية، وبحياته أيضا مع العائلة. مفهوم التصالح مع الذات وشو خطواته أكيد رح نتعرف عليه مع الأخصائية النفسية والاجتماعية عزة كردي. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير والحب لبلدنا الحبيب سوريا. يسعد صباحك يا عزة. يعني عم نحكي عن موضوع اليوم كتير مهم. نعم. ومصطلح يمكن شائع لكن ما بنعرف شو هو التعريف الخاص له. نعم. خلينا نبلش بتعريف التصالح مع الذات كمصطلح. نعم، التصالح مع الذات، تعريف السايكولوجي لهذا المصطلح، هو حالة من السلام الداخلي التي يحياها الإنسان مع تكوينه العقلي والروحي، أيضا بما يكفي من معرفته وفهمه حتى يعطي قوة ويحافظ على قوته النفسية، وبالتالي يتعامل بتلقائية مع هذه النفس حتى يرتقي بها إلى أعلى درجات القبول والرضا والقناعة. حلو كتير. يمكن هذا تعريف علم السيكولوجيا. نعم. وهو تعريف خلينا نقول علمي. خلينا نحكي عنه هيك بشكل عام، عن الخطوات يلي بيبدا فيها الشخص ليقدر يحقق هاي الشيء، لانه هو بده تحقيق، هو هدف حلو. نعم. انه يحقق. نعم. الحقيقه خطوات التصالح مع الذات خطوات كثير مهمه جدا، وبدي يعني ابدا هاي الخطوات فيني انا صنفهم، فيني انا بنتهم هيك بالطاقات الخمس. اول طاقه فيني اقولها انه هي تقبل الذات. كل إنسان لازم يتقبل ذاته حتى يقدر يتقبل غيره. الطاقة الثانية هي تقدير الذات. لما أنا بدي أقدر ذاتي وأهتم فيها وأتجاوز عن أخطائها، أكيد حيكون في عندي أيضا تقدير للآخرين. الطاقة الثالثة هي التسامح. بدي سامح ذاتي أولا حتى أقدر أنا أتسامح مع الناس الآخرين. الطاقة الرابعة هي التفاؤل وتوكل على الله، دائما بدي يكون هذا سلاحي بالحياة. والتاء الخامسة هي التمسك بالجوهر، يعني دائما أنا لازم يكون عندي تمسك بجوهري وبمعدني الأصيل حتى أتمسك فيه، مو مشان بس أرضي الآخرين أو حاول مغير من نفسي. نجي للخطوات الأهم كمان، التفكير الإيجابي والتغييرات الإيجابية بالحياة لازم دائما الإنسان يحاول يشتغل عليها. تخلي عن الخرافات والجهل دائما وتوجه للعلم والمعرفة. عدم التعصب للرأي، دائما الانسان لازم يكون عنده الاحترام لوجهات النظر. كمان فيني اقول الابتسامه دائما، هي عنصر مهم جدا من عناصر الخطوات التصالح مع الذات. وفينا نقول كمان ايضا العوده بالماضي للذكريات الجميله. دائما الانسان لما بيرجع لذكرياته القديمه بياخذ اول ذكرى كانت بحياته، اول مقوله حفظها، بيحاول انه يمسح كل الذكريات او المواقف المزعجه ليكون عنده ذهن صافي. واخيرا وليس اخرا، ممارسه العبادات الروحيه حسب الديانه التي ينتمي اليها الانسان. صحيح. فهي كثير تساعد وتدعم هي الامور والتصالح عند مع الذات. نعم. عزاء خلينا نسالك سؤال، هل النضج بالعمر مرتبط بالتصالح مع الذات؟ خاصه انه يمكن الخبرات الحياتيه ممكن تثقل كثير من شخصيه الإنسان ليوصل لهي المرحلة. يمكن قرينا عنها، هي اسمها المرحلة الملكية، أنه متصالح مع ذاته ما عاد بيعني لا كلام سيء، لا خلص هو مقدر ذاته، متصالح مع ناس مع ذاته، وبيقدر الآخرين، بيحترمهم حسب وجهة نظره. أكيد النضج كثير بيلعب دور مهم. أصلاً النضج هو يعني بيخليك توصل إلى مراحل عالية من التصالح مع الذات أيضاً. وكمان الإنسان الناضج إنسان بتحسي إنه حياته بشكل عام هي حياته تسير بشكل جيد وراقي، كيف بيعرف هو يقدر يتفاعل مع الأمور بشكل عام. فالنضج له دور كثير بوصول الإنسان لمراتب عالية من التصالح مع الذات. أكيد. صحيح. يمكن هي التاء اللي ذكرتيها بكل كلمة فينا نقول هي التاء السحرية أو التاء الإيجابية لنقدر نبدأ فيها هيدا المرحلة اللي هي التصالح مع الذات. قديه التصالح مع الذات هو شيء إيجابي للذات الداخلية وأيضا المحيط، وهل أحيانا تخلق شيء أو أثر سلبي بالمحيط؟ أكيد التصالح مع الذات له كثير أثار حلوة وإيجابية على المجتمع، لكن في حال لم يكن هذا الإنسان عنده تصالح مع ذاته، فبالتالي يعني فيني أقول من الآثار السلبية لهذا لعدم التصالح، فينا نقول دائما الخوف. الإنسان دائما الغير متصالح مع نفسه يكون عايش في حالة من الخوف الدائم والتذمر الدائم. الإنسان الغير متصالح متذمر بشكل دائم من كل الأشياء والمواقف. فالتذمر والخوف
وفينا نقول ايضا تفكك في العلاقات، تفكك في العلاقات الاسريه بشكل اساسي، وايضا مما يساهم ايضا يعني بخلق مشاكل اجتماعيه على صعيد اسرته وعلى صعيد المجتمع، وبالتالي بيكون في عنده اخفاقات ايضا ربما في مجال عمله وفي مجال علاقاته الاسريه. نعم، يعني اليوم نحن عايشين بظرف كتير صعب. نعم. إن كان ضغوط اقتصادية، ضغوط حياتية، يمكن شوية الحذر من المرض والوباء مثل ما بيقول كورونا، فهذا كله عم بيسبب ضغط على النفس يعني وعلى نفسية الإنسان. بتلاقي في ناس مكتئبة، في ناس وصلت لمرحلة التأمل فيها أنه عملت تصالح مع الذات. أهمية التصالح مع الذات بحياتنا وخاصة بهي الفترات اللي نحن عم نمر فيها، لانه نحن عايشين مثل ما بيقولوا بعصر الجنون، عصر مواقع التواصل الاجتماعي، عصر نعم. يعني نحن بعدنا عن كل شيء واقعي ورحنا للعالم الافتراضي. صحيح، اهميه التصالح مع الذات بدايه بالدرجه الاولى، التصالح مع الذات يحرر الانسان من الخوف ويدعم استقراره ويدعم شعور الاستقرار لديه بالامان، بالامان بالمحيط، بالامان بالحياه، بالامان بكل مجالات الحياه. صحيح. اهميه التصالح بيعطي الانسان قوة ذاتية في مواجهة الضغوط والأزمات. لما نوصل نحن لمرحلة جيدة من التصالح مع ذات، أكيد نحن بنكون قادرين إنه نحن نواجه الضغوطات والأزمات اللي عم نمر فيها. إضافة إلى أن التصالح مع ذات بخلينا نكون عنا علاقات أكثر حكمة في المجتمع، ودائما المجتمع اللي بيكون أفراده هن أشخاص متصالحين مع ذواتهم هو بيكون مجتمع ناجح، وبيكون أيضا مجتمع يسير بشكل صحيح في يعني في تنميته بشكل عام، لأنه بيبدأ من الأفراد بالأسرة الصغيرة وبينتهي بالمجتمع وهكذا. أكيد. عزة بيقولوا الصحة النفسية هي يعني بتخلي الصحة الجسدية على العالم مثل ما بيقولوا. قديش مهم التصالح مع الذات للسلامة النفسية الداخلية وانعكاسها أيضا على القوة البدنية، على ممارسة الرياضة، خلينا نقول الصباح، على يعني نبلش يومنا بمحبة، بطاقة، بعدم تذمر مثل ما قلتي. أكيد الصحة النفسية هي كتير شيء، وهو بند أساسي لنحافظ نحن على صحة أيضا عقلية وعلى وصحة بدنية. دائما نحن بنعرف إنه دائما الأمراض هي منشأة، معظم الأمراض منشأة نفسي، فلذلك كل ما نحن حاولنا إنه نحن نحافظ على صحتنا النفسية من خلال السلام اللي نحن لازم نوصل له، من خلال البنود اللي حكيتها، الخطوات اللي قلتها من شوي، بضيف عليها أيضا كمان ممارسة الرياضة هي شيء كتير مهم، التأمل. دائما نحن نحاول إنه نحن نحرر أنفسنا من أي طاقات سلبية على الأقل في يوم، كل يوم بيومه، حتى نقدر نحن يعني نعيش لليوم الآخر واليوم التالي نحن مرتاحين. وهذا الشيء بيقدر الإنسان إنه يقدر يحصل عليه، وأكيد قادر، والإنسان عنده قوة هائلة ليقدر إنه هو يتحدى كل الظروف ويتخطاها. في خطوات يعني خلينا نحكيها عزة لهيك الوصول إلى التصالح مع الذات، يعني عم نشوف مثلا على مواقع التواصل، على الإنترنت، حتى ببعض الكتب مثل مثلا The Secret المشهور للطاقة الإيجابية، أو حتى الخوض بالمجتمعات والكونيات. في الواحد إذا اتبع هي الطرق يوصل لقناعة أو فكر ليتصالح مع ذاته، ولا لا هي تدريب أو خبرة أو نضوج؟ هلأ هو كل هدول العوامل مجتمعين، تدريب، خبرة، نضوج، قناعة، وبالتالي تقبل. يعني أنا بتقبل الواقع اللي أنا عايش فيه، بتقبل نفسي، بتقبل أخطائي، بتقبل الشخص الآخر، بتقبل الشخص الآخر، بتكيف، بتعايش. يعني ما بيكون عندي هاي القدرة أو التذمر والحالة من الفوضى دائما، الاختلاف. ونقطة أساسية التعميم، يعني نحن بدنا نحاول ما نعمم بحياتنا، لأنه التعميم دائما ينفي خصائص الأشياء والأفراد. بدنا نحاول أنه أي شيء بيصير بالحياة ما بدنا نعمم فيه. صحيح. ولا بدنا نخصص حدا، فبالتالي مو كل حدا فينا سيء ولا جيد بالمطلق، نحن مزيج من الحالتين. صحيح. فبالتالي كل الأمور اللي ذكرتيها مجتمعتان بتساهم لوصلنا لسلام داخلي، لكن نحن إذا كنا نحن مقررين جواتنا، يعني أنا لما اليوم بدي أوصل لسلام داخلي اتقبلك، إذا أنا بالأساس مو متقبلة نفسي، إذا أنا أساس عندي دائما جلب ذات لنفسي، فشي أكيد ما رح أوصل أنا لهذا السلام. فبالتالي يعني الخطوات هاي لما الإنسان بيمارسها يوميا يوميا، ما
التدريب بيوصل، اكيد بيوصل. تماما. يمكن من حديثك هاد فينا نستنتج استنتاج مثل ما بيقولوا، اللي ما بيحب نفسه ما بيقدر يحب غيره، واللي ما بيتقبل نفسه كمان صحيح. بيكون عنده مشكله بتقبل الاخر. يمكن التصالح مع الذات هو البوابه لنقدر نحن، او الخطوات اللي ذكرتيها هي بوابه لنقدر نحن نعيش بسلام مع الاخر، هو انه نحب حالنا وقدر نفسنا لنقدر نقدر الشخص اللي مقابلنا. قديش مهم تقدير الذات يمكن كخطوة من خطوات التصالح؟ تقدير الذات أهم مرحلة من الخطوات اللي ذكرتها، لأن تقدير الذات كل ما أنت بترتقي بذاتك وبتقدريها وبتحاولي أنك أنت تكوني لطيفة وتحاولي أنك تكوني حنونة عليها، لأنه هي ذاتك، هي اللي عم تحاول أني أنت تحاولي أنك تطبطبي عليها، تحاولي أنه أنت تتقبليها بضعفها بسلبياتها بإيجابياتها، تركزي على نقاط القوة والضعف بشخصيتك، تحاولي تشتغلي تنتقلي من نقاط الضعف إلى نقاط القوة، وبالتالي القوة إلى قوة أكبر. وأيضا من الأمور الهامة جدا أنه نحن بدنا نقول أن تقدير الذات هو ليس أنانية، على العكس هو واجب. يعني تقدير الذات في ناس بيقولوا أنه هو أناني، لا هو مو أناني أبدا، تقدير الذات هو واجب. والإنسان كل ما بيكون عنده القدرة وكل ما بيكون عنده أيضا هو القوة ليقدر ذاته، بالتالي ينتقل تقديره إلى الآخرين بمراتب عالية جدا. طب حسب هيك خبرتك والدراسات، أنه أكثر يمكن الأنثى أم الذكر أو الرجل مثل ما نقول هو يعني قابل للتصالح مع الذات؟ هلأ نحن ما فينا نحط انه مقارنات بهذا الموضوع، لانه الانسان اللي بيكون عنده تقدير لذاته هو بالنهايه ما في تعلق او ما في تخصيص بالذكر او الانثى، لانه دائما نقول احنا لكل قاعده استثناء. اكيد في عندنا رجال كثير بيقدروا ذاتهم، وفي عندنا نساء كمان كثير بيقدروا ذاتهم، بس نحن اللي بدنا نقول دائما انه تقدير الذات هو يكون لمرحله معينه. يعني تقدير الذات وليس بين الأنانية. تماما لا مو بس بين الانانيه، كمان بين الغرور والكبرياء. يعني انا لما بدي اكون عم قدر ذاتي وانا بكون عم حاول انا ان يكون انا اتعامل، حكيت بدايه التعريف، بتلقائيه وبهدوء وبنوع من التواضع مع الناس، يعني يكون انا مقدره لذاتي وبالتالي مقدره لذوات الاخرين، ما يكون عندي كبرياء ابدا. فبالتالي الرجال والنساء هم في منهم في كفات متساويه. نعم للامرين، في نساء طبعا اكيد هن بيكون عندهم تقدير لذواتهم اكثر، وفي رجال بيكون عندهم تقدير لذواتهم اكثر. بتتبع كمان حسب قدره الشخص، حسب استيعابه، حسب دراسته وتدريبه ونضوجه خبراته المواقف والمشاعر والافكار صح. اللي تعرض لها بحياته. تمام. بالختام عزة بدنا نشكرك، وايضا يمكن البيئه، خلينا نقول قبل الختام، البيئه بتلعب كثير دور بالتصالح مع الذات للانسان. البيئه السليمه ان شاء الله يا رب هيك، الله لا يحرم لحدا، واصح العائله المترابطه دائما. احيانا ظروف خارجه عن الاراده بتحكم، ولكن الانسان بيبين قوته بانه هو يكون متفرد عن جميع الظروف صحيح. الخارجيه صحيح. شكرا كثير لوجودك معنا، شكرا للمعلومات اللي قدمتيها، وهيك ان شاء الله يا رب كلنا بنتصالح مع بعض ان شاء الله. حبيبتي شكرا كثير لاستضافتكم الكريمه، صباح الخير. شكرا لوجودك معنا، ودائما التصالح مع الذات ينبع من التقدير وحب الذات حتى نحب فعلا الاخرين. شكرا لوجودك معنا يا عزه. شكرا لاستضافتكم.